نتكلم مع حضرتك ونكمل كلامنا. واحد من اللعيبه اللي انت كنت بتلزق دايما معاهم معانا على التليفون دلوقتي، واحد من ايضا اساطير كره القدم المصريه واساطير نادي الزمالك، النجم الكبير كابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق، ازي حضرتك؟ ازيك يا اسلام، ازيك يا حبيبي، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام، الحمد لله. مشرف مشرف ومنور معانا في قناه النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه، ربنا يكرمك حبيبي، ربنا يخليك. معانا طبعا كابتن شطه، فبقول له من شويه يعني بساله سؤال، بقول له يا كابتن شطه، هو يعني انت كنت بتعمل ايه؟ قال لي بص انا كان في ناس كتير قوي بتتعبني، بس فاروق جعفر كان بيطلع عيني. ومره في مباراه اهلي وزمالك انا كنت ماسك فاروق جعفر، كابتن زكي عثمان تقريبا قال لك روح انت امسك صفوت ويبقى انتوا اتنين على واحد. ايه اللي حصل بقى يا كابتن فاروق في الموضوع ده؟ ازيك يا كابتن شطه؟ كابتن ازيك يا حبيبي؟ انا سعيد جدا والله بالمداخله دي يا كابتن فاروق، ربنا يخليك والله. انت محترم، انت محترم يا كابتن، انت اخ عزيز والله وصديق عزيز يا جماعه. ربنا يخليك يا حبيبي، الله يخليك كابتن، الله يخليك. لعب ضدك كم ماتش يا كابتن؟ كابتن شطه كان بيقعد يكلمني في الملعب بعدين يضربني يا روح انت كنت بترقصني يا فاروق. لا، وبعدين مقع في الارض، مقع مواقع قويه، ويقول لي كويس، انت كويس، الله يخليك. كان عارف بادب، كان بيلعب مع، كان بيقعد يخبط فيا بادب يعني، مش يعني فعلا ما تقدرش تقول له حاجه. يعني اول ما تقع يقومك، يقول لك قوم بقى يا كابتن فاروق انت كويس. وهو بيسخن، بص انا واحنا بنسخن، هم في نص ملعب واحنا في نص ملعب. هو بيسخن قاعد يبص لي، هو في نص الملعب الثاني قاعد يبص لي متابعك، بيشوفك هتعمل ايه. فانا مستعد بقى، مستعد بستعد لشخص، لكن كان حد محترم ومؤدب ومش مؤذي. يعني ما عورنيش مثلا يعني. كان مثلا بيلعب معايا مان، بيضغط عليا بتاع، لكن ما كانش فيه الاذيه. بصراحه بامانه يعني. يا كابتن فاروق انت كنت لعيب قوي يا كابتن فاروق. لا ربنا يخليك والله العظيم، من احسن من يمكن احسن خط وسط شفته في حياتي حقيقه يعني، ربنا. هو لسه كان بيقول الكلام ده قبل ما حضرتك تخش برضو يا كابتن فاروق. ده حبيبي. خدت منه بلانتيات ولا حاجه ولا لا؟ اقول له ده انا، لا كنت بقعد اقول له يا اسلام، يا كابتن، يا شطه، يا شطه، انت ايه ما فيش حاجه؟ قال لي لا، هم قايلين لي كده، ولا لو رحت قلت لي انت همشي معاك انا يعني. اقول له يا شطه روح اهلي بيهجم، يقول لي لا 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 اهجم، لا 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 ماليش دعوه. الله يخليك. هم قالوا لي لو خرج بره الملعب روح معاه. دلوقتي مفيش حد يعني طرق اللعب اتغيرت دلوقتي يا كابتن فاروق، مفيش حد بيعمل كده صح؟ طبعا. انا في الفترات اللي كان فيها شطه يعني كان يعني ما بنيجي نلاعب فرقه ولا، وخصوصا انديه كبيره يعني، كان في لعيبه كبيره لازم تبقى قريب منها في الملعب. لكن شطه كان عمل مدرسه جديده اسمها لزقه. لازم الامريكاني امريكاني، ما بيمشيش من جنبي، اقعد اتكلم معاه. لا والله والله العظيم، يعني ماتش اهلي وزمالك يا كابتن فاروق، ماتش اهلي وزمالك والهجمه مثلا يعني على نادي الزمالك، تقوم حضرتك واقفين تتكلموا مع بعض؟ بقى الاهلي بيهجم، الاهلي بيهجم مثلا مع الكوره، فشرطه واقف جنبي يعني، فانا بقول له اهجم، يقول لي لا. مش مطلوب مني ان انا هاجم. يوميها كان موظف في ال 90 دقيقة ولا ال 95 دولار معايا. لكن انا اشيد له ان هو كان عمره ما فكر ان هو يأذيني. يعني في مباراة كان في 37 فاول على شط، لكن ما فيش فاول مثلا عمل لي إصابة خلاني قعدت في الملعب، لا هو كان يعطلني. كان يعطلك في الهجمه يعني. يعطلني في الهجمه، لكن بادب يعني. يا فاروق، ما انت برضو كمان ما تنساش انك انت كنت الباصه بتاعتك بجول. الباصه بتاعتك تديها لعلي خليل وحسن شحاته في الجول على طول، فلازم الواحد قبل ما تستلمها يا كابتن فاروق. لا، وشطه كان بيعرف يضغط عليا في التوقيت وانا بستلم الكوره، يعني ما بيخلينيش استلم الكوره. المستر دكوتي محفظه ما يخلينيش امسك الكره الف بيها، لازم وانا بستلم الكره يضغط عليا.
ما خدتش منه قبل كده ضربه جزاء ولا حاجه ولا؟ لا لا ما كناش بقى ما كناش بنروح عند الجزاء. كناش بنروح هو بلادي فيا ما بيسيبني ملوش دعوه بحد. هو النهارده نازل 10 ضد 10 يعني فاروق جعفر وشطه بره اللعب. هو بره اللعب هو ملوش دعوه بحاجه. يعني هو ملوش دعوه بحاجه. انا مثلا في الكرات الثابته كنت اروح مع احمد عبد الباقي عشان بيلعب بدماغه كويس. كنت اروح مثلا الكرات العرضيه الحاجات كده. لكن واحنا معانا الكوره ولا شطه او شطه ما بيعملش اي حاجه غير واقف جنبي. حتى عايز اصاحبه اتكلم معاه اقول له ازيك وعامل ايه واقعد اتكلم معاه هو ما فيش اي حاجه في دماغه لا الكوره ما تستلمهاش يعني. ما تستلمهاش وخلاص. الاجيال مختلفه يا كابتن فاروق والحياه مختلفه طبعا. نفسنا نشوف لا انا بتكلم على الاخلاق كمان لانه نفسنا نشوف اللي حضرتك بتتكلم عنه ده دلوقتي يعني بدل ما احنا كل مباريات الاهلي والزمالك تحديدا بتبقى فيها مشاكل كتير وكلام كتير وكذا وكذا نفسنا نشوف الحاجات البسيطة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي ان في الاخر كل واحد بيشوف شغله سواء اهلي او زمالك او لاعب اهلي او لاعب زمالك علشان في النهاية كل واحد فيهم عايز يكسب وخلاص. والله بص النهاردة احنا في المؤتمر تشوف مثلا اعضاء مجلس ادارة الاهلي ولاعيبة الاهلي والعلاقة اللي بيننا وبين بعض طبعا يعني ما احنا المثل للناس الناس كل الانديه تبص الاهلي والزمالك بالظبط العلاقه الطيبه اللي بينهم وبين بعض والعلاقه الكويسه والناس بيتكلموا مع بعض يعني بشيء من الاحترام هو ده اللي احنا ان شاء الله عايزينه في الفتره الجايه يبقى موجود بين الاهلي والزمالك طبعا. بالمناسبه يا كابتن فاروق انا يعني ببارك لحضرتك على مباشره الكابتن فاروق اصبح مديرا فنيا ومستشارا فنيا للاتحاد المصري لكره للميني فوتبول اللي هي حاجه جديده يعني بقى لها اربع شهور لسه الاتحاد تم اشهاره من اربع شهور كابتن فاروق جعفر تم تعيينه مستشارا للاتحاد ومديرا فنيا للاتحاد النهارده تحديدا فالف مبروك وان شاء الله كابتن تعملوا لنا حاجه كبيره في هذا الموضوع ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انا بشكرك يا كابتن على وجودك معانا وشرف لينا ان حضرتك كنت موجود معانا. تحياتي لا تحياتي الكابتن شطه يعني ربنا يوفقه ان شاء الله. الله يخليك كابتن فاروق. لازم شطه الكره المصريه بتستفاد منه ومن دماغه ومن خبراته. ربنا يخليك طبعا. عنده افكار كتير قوي يعني انا اشتغلت مع الاتحاد الافريقي شفت حاجه ثانيه خالص عنده افكار لازم الناس تستفيد منه يعني. من عقليته الله يخليك تنظيمه وخبراته يعني الله يخليك يا كابتن فاروق ربنا يخليك يا كابتن انا بشكرك يا كابتن فاروق على هذه المداخله شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن فاروق جعفر زي ما حضراتكم شايفين حاجه انت كنت بتعد كابتن فاروق في الصوره دي يا كابتن ولا هو كان بيخبط لي في بس بصراحه يعني الحقيقه ما غلطناش مع بعض ولا بنخرج مع بعض الحقيقه كلام مهم ما كانش فيه اذى ما كانش فيه نوع من الاجريشن والحاجات اللي فيها يعني عنف وكده